صدر مرسوم الحل قبل قليل وأبلغت فيه. أي أمور في إطار الدستور ما لنا إلا نتعامل معه وفق الآليات الدستورية. الأمور خير إذا انتهت على خير، أنا أعتقد أن الأمور خير حتى وإن كان حل. سؤالك إني زعلان، طبعا زعلان، قناعتي الشخصية لا يوجد هناك مبرر أن ينحل مجلس الأمة. سبب حل المجلس هو أداء الحكومة الضعيف في معالجة الأزمة الاقتصادية. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج أمة 2017 ومتابعة لآخر التطورات السياسية في الكويت مع ضيوفي داخل الاستوديو، بداية السيد أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة. حقك مش عاد شكرا لتلبية هذه الدعوة. الوزير السابق سامي النصف أبو عبد اللطيف شكرا لتلبية هذه الدعوة، حياك الله. يا هلا وسهلا. وضيوفي الثابتين وشركائي في تقديم هذا البرنامج الدكتور صالح السعيدي الخبير في الانتخابات، حياك الله دكتور، والدكتور عبد الرزاق شاجي الخبير في التيارات السياسية. كنت غايب أمس، الناس تسأل عنك يا دكتور، عسى ما شر. ما شر. شكلك محتاج على قراءة التطورات الأخيرة. هذه قد يعني تفسر بأنها رسالة سياسية. إن شاء الله. إن شاء الله، الله يستر. أبدي مع الأستاذ أحمد الجار الله أبو مشعل. ليش نحل المجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع بالكويت اليوم ما في برلمان واحد، في برلمانين حقيقة. في برلمان ظل. يتجمع فيه أو ينطلق منه أولئك النواب اللي نسميهم المبطلين، وجماعات أخرى أيضا نطلق عليهم معارضة أو ناس يختلفوا مع الدولة، وفي البرلمان اللي هو أتى ضمن الصوت الواحد، فيه علاقة مش طيبة بين البرلمان الظل وبرلمان الحالي اللي هو أتى ضمن الصوت الواحد. وهذا قضية الصوت الواحد احنا عرفنا شو اللي عايشناه بالكويت من انتقاد لهذا البرلمان، وظل هذا البرلمان برلمان الظل يتصيد أخطاء هذا البرلمان، يتصيد لها إلى درجة يعني يريد الإجهاد على هذا البرلمان اللي هو قائم. جت قضية الإصلاح الاقتصادي ليست بذاك الألم اللي يعني تحدثوا فيه، لكن هؤلاء اللي هو البرلمان الظل استطاع أن يوجد يعني ما يسمى قلق شعبي ضد هذا البرلمان. اثنين، الدولة لا يمكن أنها تتوقف عن الإصلاح وإلا ستتعرض للتقييم المالي الدولي بما يضر تحركها دولياً إذا هي لم تطبق هذه الإصلاحات. التقييم اللي هي مودي وما مودي المؤسسات المالية الدولية معناتها بكرة راح تقيم الكويت بما يؤثر على الكويت في حال الاقتراض أو في حال التحرك دولياً. نجح برلمان الظل على البرلمان الحقيقي ولذلك حل المجلس؟ خلينا أعطيك طبعا هالضجيج اللي صار أثر، شعر البرلمان الحالي أنه يعني قريبا بيدخل الانتخابات وما راح يقدر يدخل بالجو اللي أحدثه
برلمان الظل ضده، حيقول لك راح يأثر على شعبيتي وأثر كذا. فأعتقد أو هذا اللي حصل المعارضة ضد شعبية البرلمان الحالي. لا خلينا نكمل هذه أنا كلامك يعني. فالبرلمان الظل هذا أثر على شعبية البلد. جو للحكومة قالوا إحنا بكرة في انتخابات ما نقدر ننزل الشارع جو ننزل الشارع. فجاء ما يسمى الحل التوافقي. هذه أول حل بالكويت توافقي. بس وليس ما أعلنوا أنه هو حل توافقي. ما يعلنوا قالوا بسبب اضطراب الأوضاع لأنه الأخنينية. عندك بالدستور المادة أظن 107 تقول لك لازم يكون مسبب يعطيك السبب. وإذا إذا الواحد عنده رغبة توجه الطريق للأسباب. واضح واضح. راح أرجع لك أبو مشعل. الدكتور كان عنده تعليق بس بأخذ رأي أبو عبد اللطيف في البداية. برلمان ظل هو اللي حل برلمان الحقيقي وتوافق حل توافقي لأنهم خايفين يشاركون في الانتخابات خلال شهر 7 ويخسرون الانتخابات. هل هذه الأسباب اللي حلت مجلس عمان؟ والله يمكن أنا يعني أقول أنه من الصعب أنه نعرف. واضح أنه مثل ما قال أبو مشعل واضح أنه ما يعرف على الساحة السياسية أن كان هناك دافعين للحل المبكر من الأعضاء وهناك دافعين للحل المؤجل أو الإتمام المدة. وبالتالي يعني لا يمكن أن يعرف السبب الحقيقي لأنه السبب الحقيقي هو عند راعي القرار اللي صدر قرار الحل. إنما اللي أنا بدي أن أتحدث عنه يعني إن أمكن اللي هو أول شيء الحل بذاته أنا أتصور أنه مبرر والمفروض لولا أننا نعشق الخلاف لاتفقنا عليه. ليش؟ أولا واضح أنه اللعبة السياسية أو الحكومة والمجلس بالمرحلة 3 سنوات ما كانوا بقدر التحديات القادمة. أمامنا تحديات غير مسبوقة بتاريخ الكويت منذ نشأتها ويمكن راح أدلل عليها وأتكلم عنها بعد شوي. واضح وضوح الشمس أنه فبالتالي هذا الحل بهذا الشكل اللي هو إيقاف الضرر أو الخطأ بدلا من التمادي في قضية أنا أتصور ممتازة جدا. كذلك المعارضة كانت من الناس اللي ينتقدون هذا المجلس وينتقدون هذا الأداء الحكومي وبالتالي هذا الحل المفروض يدعم من قبلهم. لأن ليش نستنى سنة كاملة على شيء هم يرون وكثير من المراقبين يرون وأنا منهم إنه الأداء لم يكن بالصورة اللي يفترض أن تكون خاصة التحديات مثل ما ذكرنا تحديات غير مسبوقة بتاريخ الكويت. وبالتالي المفروض يعني كلا الطرفين يتفقون على أنه هذا أمر تم لا ننشغل بالفروع عن الأصول. الآن في فرصة أولا أن تشكل حكومة كفأة قادرة على التحديات مش حكومة ما قدرت حتى تسوق قضية البنزين ولا فهمتها بالطريقة الصح ولا استوعبت كيفية تسويقها. يعني حكومة صامتة في وقت يجب أن تكون حكومة صارخة وليس ناطقة. لازم أنت تخاطب الشعب الكويتي تقول له عن التحديات القادمة تحديات غير مسبوقة بكل المقاييس. اليوم عندك تحديات اقتصادية نفط أنت عندك رجلين تقف عليهم الكويت نفط ونزل من 120 إلى 30. لو أي دولة بالعالم نزل مدخولها 75% بخلال سنة وقليل لاهتزت الدولة. أنت ما نزل 25%. مدخراتك العين الآن عليها. أولا عندك زيادات راح تلتهم هذه المدخرات سواء مدخرات المواطنين أو الأموال العامة. ناهيك عن أن اليوم منهاج ترامب وغيره أعتقد لن يموت حتى فاز أو خسر ترامب راح تذهب إلى استهلاك هذه المدخرات لأنه واضح أنه كان في رهان خاسر على أنه والله خلونا نستهلك المدخرات لثلاث أربع سنين النفط قادم وسيصعد إلى 100 وفوق. وهذا كلام مو صحيح. عمرك ما تستطيع أن تراهن على النفط. وبالتالي دولة إحنا صحراوية لا أمطار ولا أنهار إذا ما عندنا مال ما الذي يتبقى لدينا. وبالتالي ما كان فيه الحصافة المتوقعة للتعامل مع هذا. الآن بس أنا بدي أن يعني إذا تركتني أسترسل سبق لي أنا انحذرت يعني بتاريخي عشان في كثير من الشباب يمكن ينظرون ترى بالثمانينات حذرت من آثار الحرب العراقية الإيرانية وطالبت حتى بوجود قواعد عسكرية أمريكية لأنه كانت العراق اللي نحتمي بها قاعدة تخسر.
أسبوع القزو حذرت من أن هناك قزو كامل، وهذه شهودها الصحف والمقالات وغيره، وفي كل مرة نحذر في كل مرة لا يستمع. أنا أعتقد هالمرة نحتاج إلى فزعة كويتية، نحتاج إلى أن أن نتوحد جميعا، حكومة، معارضة، أزرق، برتقالي، أي لون نبيه. القضية الآن مو فروع، لا نصير مثل أهل بيزنطة اللي كانوا مختلفين لآخر لحظة على جنس الملائكة والعدو على الحدود. والله إن التحدي كبير كبير كبير، وأنا أقول لك لم أرى بتاريخ الكويت تحدي بحجمه. أنا صادف أني كنت في آسيا، شرق آسيا، لما حدث الانهيار الاقتصادي، وأقول لك الانهيار الاقتصادي أخطر وأكبر وأكثر ضررا من القزو. القزو 6 شهور وحدنا والعالم توحد معانا وتحررنا، وهذه هم كمان صدفة تاريخية. ترى لو القزو صاير قبل 6 شهور أبان الاتحاد السوفيتي كان رفع صبعة المندوب للاتحاد السوفيتي وسوى فيتو وضعنا، ولو تأخر 6 شهور وجاء بيل كلينتون اللي رجل يساري ورجل بالنسبة له الاقتصاد أول شيء كنا ضعنا. وترى مو قضية قريبة، لحد يعتقد أن إحنا شيء. هذا اليوم السوريين 11 مليون مهجر، اليوم الموصل خايفين من مليونين يهجروا، كان بإمكاننا نضيع. فاللي أقوله أننا في حاجة للنظر إلى الأصول، وراح نتكلم لاحقا عن الحلول المفترضة لهذا الإشكال. دكتور صالح، تعليق على الأخ أحمد الجرالة ومشعل، يعني على كلام عن برلمان ظل. أولا ما يوجد شيء اسمه برلمان ظل، من هذه مبتكرات أبو مشعل. في شيء اسمه حكومة ظل، هذا موجود في بريطانيا نظام، لكن العمال كانوا شكل الحكومة، المحافظين شكل حكومة الظل، كل وزير من الحكومة الحقيقية يوجد وزير مقابل، هذا النظام معترف فيه. في مصطلح ثاني، مصطلح سياسي، حكام الظل. حكام الظل يطلق على المجموعات المتنفذة في كل بلد اللي تقدر تصيغ قرارات اقتصادية وتأثر على قرارات سياسية واقتصادية لصالحها. أما برلمان الظل ما فيه بالعالم كله، لا بالعالم الواقعي ولا بالافتراضي. ثانيا هو خلط بين الرأي العام اللي يأثر على الناخبين أو المجلس وبين فكرة البرلمان الظل. إذا كان مثلا أي شخص معارض للبرلمان معين يعتبر الظل، طيب في ناس عارضوا مجلس الغالبية وانتقدوه اللي 2012، هل يعتبرون برلمان ظل؟ ويعني وانتقدوه في مواقفه السياسية، في الاستجوابات، في طريقتها، هل يعتبر برلمان ظل؟ هذا رأي عام. الرأي العام ثاني، الرأي العام الكويتي ما هو هش ولا يعني سريع التأثر لدرجة أن أي واحد يأثر عليه أو أنه يشوه له صورة جميلة. يعني ما يقدر الناس مثلا حتى لو كان مثلا الوضع زين يقول لا الوضع مو زين، هو قاعد يعيش واقع. ثانيا يعني النظام السياسي الكويتي مو بالهشاشة هذه، أنه والله قالوا أنه قصوا على العالم، قالوا لهم أنه في مثلا الحكومة مقبلة على شغلات والناس تأثرت. لا، أن الشعب الكويتي واعي وذكي ويعرف. والله دكتور عبد الرزاق، حاولت أنت تقاطع الأستاذ أحمد الجار الله أكثر من مرة، لكن مش أنا دائما عايش في عالم النقود الخاص، يعني في عالم الخاص، النقود الخاص. هو الرجل حطمان شيت الحال يوم الأحد وما صدقته. لا هو بالنسبة للأخبار عنده يعني مسمار بلوح، يعني معناته مو عايش في العالم الخاص. لا لتحليله يعني يعني المعارضة بعد سحب الجناسي لم يعد هناك معارضة، ما في معارضة بعد سحب الجناسي، ما أصبح في معارضة ولا حراك ولا براك. وبالتالي ان مجلس الامه الحالي خايف من المعارضه وبرلمان ظل، هذا ما هو واقع اصلا. بس يبقى شيء اساسي وهو ليش صار في حل؟ هذا السؤال. ليس هناك حل، انما هناك مثل ما قال مشعل توافق لتكون انتخابات مبكره. انتخابات بتكون بين 22/7 و6/8 هذا بالصيف، فتم اقرار تعديل قانون الانتخاب واصبح واذا اجرى انتخاب في رمضان يكون الانتخاب الساعة 12 ظهرا ل 12 مساء. بالتالي في فكرة كان انتخابات تقدم على قبل رمضان يعني. ثم فوجئوا ان مسلم براك سيخرج في شهر 4. مسلم اذا خرج سواء ترشح او مترشح سيثرب الانتخابات بشكل ايجابي. يعني المجلس خايفين من مسلم البراك؟ خايفين مسلم البراك. عشان كذي نحل المجلس. لا لا لا، انا قاعد اقول الفكرة شلون تطور تقديم الانتخابات. يعني شبعنا أنا أي مجلس الحالي وأقول انتخابات إذا أجريت في شهر رمضان تكون مو من 8/8، من 12/12، يعني في نية تقديم الانتخابات. خروج مسلم براك لو مترشح، لو افترى بس في الدورة الانتخابية كرمز ممكن ينجح فلان ويسقط علان. ثم فوجئوا أن المجلس يعني لا إنجازات، يعني دمرت المجتمع كله. إنجازات المجلس دمرت المجتمع كله. بعدك إياها بشكل سريع. بشكل سريع.
سحب الجناسي، العزل السياسي والوطنية، خصخصة بصوراتية، تخفيض الاستثماري من 10,000 إلى 5,000، الجرائم الإلكترونية، تحديد تمديد الحبس الاحتياطي، زيادة الأسعار الكهرباء والماء، وثيق الصلاح السياسي، إيقاف الرياضة، غيرها. بالتالي يا البنزين اللي مس جيب المواطن وموسع كل الروس كان قصدهم ظهر البعير. بالتالي صار عنده قناعة تامة أعضاء المجلس الحالي، كلما امتد عمر المجلس كلما زاد نسبة التغيير في المجلس القادم، لذا كان لابد من أن يكون حل قادم. رئيس مجلس الأمة طلع في التلفزيون يتكلم، مجلس إنجازاته ممتاز وسرد جميع إنجازاته، شيء ممتاز. شو سبب الحل يا أبو علي؟ سبب الحل أننا نريد أن نوجد حكومة متجانسة، فريق متكامل يستطيع أن يواكب التحديات الأمنية والإقليمية القادمة. طيب في المقابل هذا الأمر منطقي بعد، لكن غير المنطقي حل مجلس الأمة، فأنا أحل أو الحكومة تستقيل. يعني حكومة جابر المبارك فيها بعض الوزراء لم يكونوا على مستوى المسؤولية، فكان إبدالهم استبدالهم إقالتهم أيا كان. واسمع معناه أنا لكي أوجد حكومة جديدة حل البرلمان. دكتور أبو مشعل، في تعقب على كلام الدكتور قبل لا يكمل نقاطه، يقول أنت حالم، يعني أنت في إطار آخر من التحليل الواقع. كل بداية كل أمل هو الحلم، إذا كان هذه بداية مشكلة وأحلام. أنا بس أرد على الأخوان الأخ صالح بالنسبة لأنه ما فيش حكومة ظل. لا برلمان ظل، حكومة ظل موجودة. إيه بس برلمان ظل. وين اجتمعوا؟ طيب خليني أنا أقول لك أنه ما فيش. أنا أوكي إذا كان التسمية مرفوضة ما يهم، في تجمع موجود ضد، يعني سواء أنا سميته ظل ولا سفر ولا أيا كان، ده مشكلة برلمان ظل. في تجمع في تجمع كان يراقب هذا المجلس الحالي على أساس يتصيد أخطاء. مو صحيح الشعب الكويتي كله. مو صحيح. على حال الشارع نفسه أنت هواك هواش ما هواك معروف. سؤال الآن سؤال، يعني حتى مجلس أي مجلس أي شخصية عامة سواء وزير ولا هذا أستاذ سامي نصف كان وزير، أنا يعني دائما تحت المجهر. أوكي. والناس تدور ما يهم. أنا معك، بس أيضا ليس يعني بشعبنا بهالمثالية اللي أنت تكلمت إنه بيفهم كل شيء. الأخير في ما يضلل، وفي أناس يضللوا أحيانا ويندفع، مثل قضية البنزين هذه. هل اللي سوت أزعرينا شنو قضية البنزين؟ أنا أقول لك في خطأ مع الأسف مرتكب من الحكومة في هذا الموضوع. أنت اليوم أحمد جار الله محتاج تعطيه 70 هذا أو 70 لتر ولا سامي ولا الأغلب، محتاج ليش تعمم كرمك أو عطاياك أو ما تعتقد أنه حق للمواطن تعطيه واحد ما مستحقه؟ مثل قضية الدعم، إحنا اليوم أمام مشكلة أطلقها على قضية الاقتصاد. أنت الدولة اليوم تدفع حوالي 8 مليار للدعم، اللي هو الكهرباء، الماء، البنزين، الرز، المكرونة، التمر، الأشياء هذه. وين بتروح؟ بتروح الناس مستحقينها؟ لا ما بتروح، تباع كهي. أول أمس تباع كانت بإيران وتباع بالسعودية كل الخيرات هذه اللي الدولة تدعمها، وتكلف الدولة لو حسبت حسب ما يقولون حوالي بين 6 إلى 7 مليار دينار. أنت اليوم الغير، وعطي أصحاب الحق اللي يحتاجونها أعطيهم إياه. تعال الوظائف المتدنية وقول يبا أنا من 7 مليار عندي مليار، مليار ونص، أعطي أصحاب الرواتب المتدنية أرفع رواتبهم. الوزير أو سكان ضاحية أو سكان اليرموك محتاجين كيسين رز تعطيهم إياه، أو 3 كيس، أو شوية قلة رمر تمر، أو تعطيهم شوية أجبان ولا شيء. هي بلا ألغي هالدعم وتعال الوظائف كذا. أعطيك معلومة على أساس التموين، وزارة التجارة طلعت إحصائية على التموين، 90% الكويتيين عندهم تموين يفترض. وين يروح؟ 90% من الكويتيين ياخذون تمويل،
هذا ارقام وزاره التجاره، انا متاكد ان ارقام يعني فيها مبالغه. انا اقول انا بعرف اللي شيء لا لا قلت درجه 600 الف غير كويتي، 450 الف غير كويتي ياخذوا بطاقه. طيب صالح 5 ملايين دولار شهريا. انا فاهم الترشيد، هذا انا اهلي مساكن بالضاحيه وقاعد في فيلا 6 ملايين او 5 ملايين ولا بالمرموق 5 ملايين 6 ملايين محتاج للكلام هم من ال 90%. ما هو توجيه الدعم بطريقه عقلانيه ورشيده. انا هذا توجيه الدعم، ليش تعطيني رز؟ اعطيني كروش، اعطيني فلوس بداله. لا كان انسان مستحق. في بالكويت 75 الف ممنوع من السفر على قضايا، ما في في العالم على القضايا المدنيه يمنع من السفر المواطن او اي احد، ما حد ليش يمنعون من السفر؟ صاير الحكومه، صاير القضاء، وصاير الشرطه مندوبي تحصيل الشركات المالية وللتجار، وليش صايرين مندوبين تحصيل للمدينين؟ ليش الدين المدني لا يمكن يمنعك من السفر ولا يمكن يسجنك؟ تروح يطبق على إذا عندك ثلاجة يبيعها، ما إنما يجي 75 ألف كويتي ممنوعين من السفر. ماشي واضح أبو مشعل، أنا راح استكمل هذا الحديث وراح أرجع للأستاذ سامي النصف على نقطة أثارها الدكتور عبد الرزاق شايجي بأن الحراك مات أو قتل بعد سحب الجناسي بعد فاصل قصير. عام 76 تم حل مجلس الأمة حلا غير دستوري، ثم حل للمرة الثانية عام 86. عام 99 حل مجلس الأمة استنادا إلى نص المادة 107 من الدستور والتي تمنح سمو الأمير حقه الدستوري في حل مجلس الأمة، ويعتبر ذلك الحل هو الأول دستوريا في الحياة البرلمانية. عام 2006 حل مجلس الأمة أيضا حلا دستوريا استنادا إلى المادة 107 من الدستور وأجريت الانتخابات البرلمانية، ثم تباعا تم حل المجلس في الأعوام 2008 2009 2011. وفي عام 2012 صدر عن المحكمة الدستورية حكما بحل مجلس الأمة وإعادة المجلس السابق، ثم وفي شهر أكتوبر من العام ذاته تم حل مجلس الأمة ودعوة الناخبين لانتخابات جديدة. وفي عام 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية بإبطال عملية الانتخابات برمتها، وجرت انتخابات جديدة أسفرت عن ولادة مجلس 2013 المنحل يوم أمس حلا دستوريا بناء على مرسوم أميري. أعود لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. أبو عبد اللطيف، الدكتور عبد الرزاق الشايجي يقول مات الحراك بعد سحب الجناسي، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ والله أنا لست من قادة الحراك حتى أعلم، هذه واحدة كقراءة يعني. أي نعم كقراءة. أنا أتصور إذا كان الحراك بمعنى النزول للشارع لربما هي القضية نفسها ما كانت مستحقة للنزول للشارع وإثارة المخاوف وغيره. الآن قضية سحب الجناسي أنا أتصور أنه كذلك قضية يجب أن ينظر لها بمنظارين، إن كانت هناك مخالفة جسيمة وهذا ما أعتقد أحد يختلف عليه، إنما إذا كانت هي عبر استخدام سطوة الدولة للإرعاب وغيره أنا أعتقد هذا خطأ جسيم، لأن الكويت عبر 400 سنة قائمة على التفاهمات بين الحاكم والمحكوم بعيدا عن سطوة الدولة، وخاصة أن أسلوب سطوة الدولة جرب في عند العراق وعند ليبيا القذافي وغيره وغيره، يعني حل قصير المدى مضر على على المدى الطويل. بالتالي أنا لا أعلم لماذا بدأ الحراك، لأنه أنا كنت من المؤمنين أن بالدولة الديمقراطية المفروض أنه مكان اللعبة السياسية هو البرلمان، الخروج عن البرلمان هو عادة يتأتى إذا كان فيه بلد فيها قمع ما فيها برلمانات أو برلمانات صورية وغيرها، يقول لك والله إرادتي تزور أريد أن أذهب للشارع حتى أظهرها. كذلك يعني الإشكالية بالكويت أن الخطأ مزدوج، كثر ما تجتهد الحكومة وتخطئ كثر ما تكون هناك اجتهادات خاطئة من المعارضة، وهذه أنا أعتقد قضية يعني
نتائجها جدا سالبة على المجتمع الكويتي. هذه بالنهاية أتصور المتضرر هو الوطن، وهذا أحد الأسباب اللي استطعنا بخمسين سنة أن نستبدل تقدمنا على دول الخليج بخمسين سنة بالتخلف عن دول الخليج خمسين سنة. أعتقد الاجتهادات الخاطئة كانت من كل الأطراف، وأرجو أن لا تستخدم سطوة الدولة بأمور كهذه. عندك شيء الجميع تحت مسطرة واحدة، هني الناس تتفهم. والله إذا فيه خطأ بالجناسي المفروض كائنا من كان موالي معارض أيا كان ينطبق عليه القانون، ولا يشعر أحد بالظلم وغيره، خاصة وأنك أنت قادم على تحديات والله ستحتاج إلى تراص الصفوف حتى يمكن أن تطلع منها. يعني كثر ما التحدي القادم ضخم. ليش؟ قلنا الاقتصاد وأظهرناه. يعني اليوم أعطيك شيء، بعد أشهر قليلة النفط وغيره والكهرباء والماء الطاقة راح ترفع على القطاع الاستثماري والتجاري. هذا ايش راح يرتد عليه؟ أمور عدة. أولا هذه الزيادة راح ترجع على المواطنين. أمر ثاني، الوافد اللي نقول راتبه 600 دينار يصرف 400 ويدز 200 دينار حق أهله، زدت عليه الكلفة إلى 800 دينار من 400 دينار ما راح يأخذ من مدخراته ويصرفها عشان يعيش بالكويت. راح يقول لك والله أنا أتيت بهذا الشكل، أنت بتزيد عليه الكلفة بترك. هل الدولة حضرت المواطنين مثلا للقيام بدور الإخوة الوافدين؟ هذولا مو سواح، هذولا جايين يؤدون خدمة. بالتالي شنو راح يحصل من الآن إذا أنت إلى الآن ما عديت شيء لمواجهة هذه الزيادة اللي مرقم أنت عليها اليوم؟ ما قال يمكن حتى أبو مشعل وقالوا الإخوة اليوم هذه إصلاحات اقتصادية واجبة، إذا ما سويتها راح تصير مثل فنزويلا، أنه بلد نفطية والناس تشحت بالشوارع وتهاجر للجيران يعني بحثا عن لقمة العيش. بالتالي أنت مرقم على هذه الإصلاحات، وهذه الإصلاحات مشكلتها أنك استمريت مدة طويلة دونها، فأصبح الآن لما بتصحح سعر الكهرباء ما راح يقفز ب10% اللي يتحمل الناس، لأنك ظليت سنوات طويلة على فلسين، الآن راح يقفز قفزة ضخمة إلى مبالغ يعني 1000% وغيره، وبالتالي راح يكون لها تركة ثقيلة. الأوضاع الأمنية بالمنطقة ما يخفى أن أنت مالك يد فيها، إنما راح تتضرر منها. اليوم الدول بالمنطقة قاعدة تتساقط، المجتمعات قاعدة تتفجر، الطائفية وصلت إلى أعلى مستوياتها، أنت بإمكانك أن تتضرر بشكل مباشر أو تتضرر بالتبعية. ما أنت جيرانك إذا تضرروا، جيرانك إذا تضرروا أنت بالنهاية راح تتضرر. طيب هذه التحديات ألا تستوجب منه رص الصفوف؟ إذا ما رصناها بهذا الوقت مثل رصها. اثنين، خلينا ناخذها من الجانبين، الجانب الحكومي يفترض الآن أنه بالفعل نختار الأفضل من الأسرة الحاكمة لتولي الأمر بالنسبة للوزارات ومن الشعب. اليوم لازم نشوف الأفضل من كل قطاعات الشعب الكويتي، سواء من الأسرة وهم كثر وعندهم ناس لا شك أنه قادرين على تحمل المسؤولية وتحقيق رغبات هذا، والشعب الكويتي كذلك. ما عاد في مجال أنه نوزر مثل الوزارة الأخيرة ناس لا يعرفهم أحد حتى بمغار عملهم، وغير اللي بعضهم مدعي ما ادعاه وغيره، وبعدين نسلمهم مسؤولية ولا نحاسبهم. اليوم كلفة العلاج الصحي تونا نقول بحدود مليار، أكثر من ذلك. أنا كنت بحد المكاتب الصحية يقول مو بس الكلفة الضخمة، فضحنا أمام كبار المستشارين بالدول، لأن هذولا ما يجيهم أحد إلا بمواعيد، إحنا نرسل لهم إنسان متمارض. بعدين حتى كلفة السياحة هذه ترى ما يذهب منها للمواطن إلا يمكن 200 مليون، 800 تروح للمستشفيات ولكبار المستشارين دون داعي. أنا وصلت إلى السخرية لدرجة أقول خلونا نسوي لوتري حق السياحة المجانية بدل لا ندل الناس، والله واحد يستفيد وواحد ما يستفيد. المشوار اللي مشيناه بالسنوات الماضية اللي هي المفروض نمشي بعكسه تماما، المفروض نمشي بعكسه، نحط أفضل الناس ونحاول بالفعل أن نبدأ بإصلاح اقتصادي حتى إذا جت الموجة المزمجرة، بقاء أسعار النفط متدنية والمدخرات قاعدة تتآكل رهانا على أنه النفط راح يرجع، وإذا ما رجع النفط في دراسات أنا قاريها توصل إلى 10 دولار. نعم نعم، اليوم بدائل النفط قاعدة تعمل دول الغربية، مو هينة. قضية السيارة الكهربائية حتى الطائرة ذاك اليوم جربوا واحدة بدون وقود دارت العالم. فالتحدي كبير أمنيا سياسيا، عندنا انسدادات سياسية تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى علاج. لا يمكن أن نبقى بهذا النوع من الانسداد السياسي ونحن ذاهبين إلى
تحديات ضخمة. المفروض نرى عفو، المفروض نرى صفح، المفروض نرى توحد الجهود. نريد بادرة من الجميع، من حكماء الكويت، من القيادة وغيرها، تفك هذا التأزم، حتى إذا ذهبنا ولا احنا كلنا يعني مجندين انفسنا بافضل رجالنا، حاطينهم في مواقع المسؤوليه، وكمان مسؤوليه الشعب. ما يجوز، بس خليني اقول هذه مسؤوليه الشعب يا اخي. اليوم مثل ما يقول واحد انه الشعب الذي ينتخب الفاسدين هو شعب متواطئ وليس ضحيه. يا اخي الفاضل، اذا واحد فاسد اعطاك خدمه ولا غيرها، اخذ منه ولا تصوت له. اصلا هو مستقبلا اذا دزك السنه حق علاج بالخارج مستقبلا ما راح يقدر يدزك. فرجائي من الشعب الكويتي ان للمره الاولى كمان يفزع فزعه تقضي على التباينات، وحتى ما في اليوم عائله قبيله طائفه الا فيها الزين والشين. يا اخي اختار الزين، احنا ما اقول لك لا تاخذ من قبيلتك، اخذ من قبيلتك، بس اختار لنا افضلهم ومن عائلتك ومن طائفتك ومن جماعتك. انا ابو عبد اللطيف عندي محور كامل عن الانتخابات والمشاركه فيها راح اتكلم عنها، لكن في كلام قاله ابو عبد اللطيف قبل الفاصل، يقول انا اتنبأ بانهيار اقتصادي قادم للكويت. هل هذا العنوان عنوان يعني مبالغ فيه ولا واقعي دكتور؟ شوف، احنا نقدر نقول ان ايام صعبه اقتصاديا، لان اشوف سعر البترول كل الدراسات وكل المتغيرات الدوليه تقول انه راح يطول بهذه الحدود، يعني اذا في افضل افضل يعني التقديرات المتفائله انه راح يبقى في مستوى 40 50، وهذا مؤثر جدا على الاقتصاد، لان الحكومه الاقتصاد الكويتي الموازنه قال 66 حدنا، يعني الموازنه الكويتيه اعتقد انها كانت تنضبط على 70 او 73 دولار، وبالتالي انت عندك راح يكون عجز حقيقي لمده سنوات، وهذا مؤثر جدا. وهذا يعكس ايضا ان الحكومه في سنوات الفوره النفطيه والايرادات ما قدرت يعني على طول تستثمر فلوس او تشوف رؤيه اقتصاديه. انا بس بغيت اعلق على مساله الحراك وتوقف الحراك. انا اعتقد ان في سبب يعني جوهري في توقف الحراك، ان اعتماده الاصلي كان اعتماد على مبدا الثوره الدائمه، بحيث انه يستنفذ الشارع وينزل للشارع، وهذا المبدا صعب تطبيقه في الكويت، يعني ممكن يطبق في شعوب ثانيه في دول، يعني ما له علاقه بسحب الجناسي. لا جزء من الدكتور، لكن قبل لا توصل مرحله سحب الجناسي وصل مرحله انه بدا يضعف الفوره مالته، لسبب ان فكره الثوره الدائمه، يعني ما ودي اقول عن مجتمعات معينه، ولكن في المجتمعات الفقيره والمجتمعات اللي فيها بطاله والمجتمعات اليائسه اللي مستعدك عندك بالشارع شهرين ثلاثه ما عنده مشكله، ولكن الشارع الكويتي جر يعني صعب من الصعب انه يكون مستمر ثوره دائمه، اتكلم انه مستمر. الشعب الكويتي بالتجربه اثبت انه عنده قدره عاليه على يعني الاختيار وعلى المشاركه في صنع القرار عن طريق التصويت. صناديق الانتخابات يعني تلقى نتائج مبهره. يوم 2012 دائما النتائج مبهره. شوف، انا اعتقد في تجربتين. 2006 كانت الدوائر خمس، نبيها خمس، صارت في حمله شعبيه، ولكن كان في الطاقه الموجوده في الشارع تم التعبير عنها في الصناديق، ولذلك افرزت مجموعه أدت إلى الدوائر خمس. الشيء الثاني، الطاقة الثانية الإيجابي في 2012 لما كسر الفرعيات. لأول مرة في تاريخ الكويت تكسر الفرعيات، يسقط خريجي الفرعيات أو الناجحين الفرعيات في كل القبائل، وحتى قبائل الناس خرجوا على الفرعية خذوا المراكز الأولى. تكلم عن الله يرحمه فلاح الصواق، خرج على فرعية العواز طلع الأول. خالد طاحوس خرج فرعية العجمان طلع الثاني. مرشحين المطران الفرعية بالدائرة الرابعة كلهم سقطوا. الرشايده مرشحين الفرعيه خذوا مراكز اخيره، وبالتالي الشعب الكويتي، انا اقول الشعب الكويتي عنده طاقه قويه في الصناديق، في الراي، في ابداء الراي، في الكتابه، في بس مصطلح الثوره الدائمه اللي تم تبني ما يقدر يطول وياها، لان مو طبيعه الشعب الكويتي. نعم دكتور عبد الرزاق، هل طرح عناوين مثل الانهيار الاقتصادي، حديث ايضا الاستاذ احمد الجار الله بان عيال الضاحيه ما يستحقون كثر المناطق الأخرى مثلا، وهذا أيضا كان في افتتاحيتك اليوم، كنت تروج لهذا الملف. هل وصلنا إلى مرحلة أن احنا قمنا نخاف من انهيار اقتصادي، ولا هي يعني بالغ فيها شوي بعد لطيف بهدف يعني نبيل؟ خلني بالسياسة، أنا ليش اقتصاد؟ إيه بس اليوم أنت أنا بتكلم على شيء مهم، وهو يعني هل هناك مجلس مبطل قادم؟
الأخبار عند أبو مشعل؟ لا لا لا، الأخبار عند الجماعة. شوف حاطين لك يا مجلس 2017 وهو قادم 16، معناته عندهم معلومة أنه راح يبطل بال 17. يبطل بال 17، احنا مكملين. ليش صيح؟ الآن الآن في ثلاث أقوال أن المجلس هذا يعني قد يطعن فيه دستوريا. رقم واحد كلام رئيس مصطفى السعدون يقول هناك تعارض مع المادة 101 و102 بأن من يطلب عدم التعاون مجلس الأمة وليس الحكومة. منهم من يقال من يقول بان لا، ان الحل كان في العقد البرلماني. طال على ال 107 مش ال 101 ولا 102 يعني حسب ما قيل. في كلام على ان الابطال تم في العطله البرلمانيه وهذا قد يكون في سبب من اسباب الحل، مع ان في 76 تم الحل في العطله البرلمانيه. غير دستوري حل. في كلام مهم طرح اليوم تويتر اللي هي ماده 181 يقول لك ايش؟ تقول الماده لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء الاحكام العرفيه في الحدود التي بينها القانون، ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الامه في تلك الاثناء او المساس باحصان اعضائه. اذا جينا لمرسوم الحل، مرسوم الحل قاعد يتكلم على ايش؟ على ان نظرا للظروف الاقليميه المحيطه في المنطقه وهذا كلها حلين مجلس الامه. طيب مع وجود هذه الظروف الاقليميه المفروض ما يستدعي حل مجلس الامه. يستمر المنعقد ويقوم بجميع إجراءاته إلا في حال وجود الأحكام العرفية تحت القانون، وبالتالي أيضا مثل مادة 180 في مجال أيضا أنه يطعن في المجلس القادم إذا صار في طعن بعد انتخابات قادمة. أنا ما بالكلام اللي بتسر، أنا بنت مقتنع في هذا الكلام. أي كلام اللي قاعد تقوله؟ إيه مقتنع فيه. شو مقتنع فيه؟ يعني أنت مقتنع أن المجلس القادم راح يكون مجلس مبطل؟ لا أنا أتوقع، ما مو مقتنع، أنا أتوقع. بس إن تصدق يعني أنه ممكن يكون هذا السيناريو مطروح؟ لا أتوقع، ما صدق يعني اتوقع انه مش على شاركه توقعه. وش رايك بالكلام يعني اللي قاله الدكتور؟ لا انا برضو مثل ما هو تبرأ من الحديث عن الجانب الاقتصادي اتركه لي، وانا تبرأ من الحادث خلينا لا لا ايضا مثل ما هو قبل شوي يقول انني أضرب في الخيال. لا 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 أقول برضه هو يضرب في الخيال. قاعد يضرب في الخيال دكتور؟ لا أنا ليش أنا ومشعل دائما يفاجئنا في بعض المانشيتات اللي فيها هو ما أكد الكلام. هو ما أكد الكلام. أنا أقول لك شيء معناته أنه هو ريال. لا أقول شيء، لا تقول لي أنا أقول لك بعد 6 أشهر بقعد المكان اسمع كلامي. قول له اسمع بقعد المكان ويقول أنا ما قلتش، أنا قلت أنه سيحل سوريا. لا 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 شوف وش علي يقول كذي؟ لا استاذ اشوفك انا ان شاء الله حتقول لي انا قلت في عجز كل لا 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 كل توقعاتك بلقاءاتي السابقه معك لم تضبط اللي ضبط توقعاتي انا صدقان يعني كبر شيل وانت يوم راهنت وراهنت عليك انا وطلع كلامي على المضبوط. شنو راهنت؟ خلينا بس لا بعرف على قضايا المجلس. انا اقول لك كان معنا عبد اللطيف كان معنا قلت له المجلس يحل بعد 6 أشهر، قال لن يحل لن يحل وحل بعد 6 أشهر. قابلنا مره ثانيه ابطل في لقاء ثاني قال انت وقفت الحل ابطل مو حل يعني وقفت الحين خلينا نتكلم عن الجانب الاقتصادي. توكل على الله. انا بدي اقول لكم جانب التنبؤ باسعار النفط يعني هذه ماده استراتيجيه لا يمكن انها يعني ولن وحتى لو وصلت اذا وصلت الى ليفل معين ايضا اللي ما تعطيه هذه معناته ايضا ما تعطيه من نقد القيمه الشرائيه لهذا النقد المتدني سعر النفط انت راح توازن بينها وبين انخفاض النفط. احنا عندنا بالكويت حوالي استعيد شرح العباره انا ما انتبهت له شنو بالضبط شنو يعني انت الان اذا سعر النفط 50 ايضا انت بتشتري كوميديتي او اشياء ايضا نزلت اسعارها. لما كان النفط ب 100 كنت تشتري مثلا اشياء مرتفعه السعر انت ارتفاعا لسعر النفط. اي بس مو مقياس هذا بس انا اعطيك مثل على النقطه عشان ما تغادرها. انت تكلمت على هذا فيه صحيح الاسعار العالميه تراجعت ولكن الاسعار العالميه مثل سعر القمح هذا يفرق مع دوله مثل مصر تسوي 6 مليون 7 مليون تفرق وياه سعر الارز. بس انت اليوم
في عندما كان نفط الكويت او البترول او البرميل ب 100 دينار دولار. انت فشخت في الصرف انفاق بالانفاق جيت حطيت هذا وسويت الطب الخارجي اللي تكلم عنه سامي الحين ويعني بطرت في الانفاق. جيت حطيت سعر المي بالقالون ما ادري بفلسين ويتدفق بالشوارع لانه رخيص. الكهرباء حطيتها فلسين من 60 فلس بينما الناس اللي عندهم فلل على فيها 200 طن اير كونديشن وكذا. واذا جيت تبي ترفع هذا قلت اوه هذا اللي ب ب ب ب هذا راح يتحمل الفقير وين الفقير في 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 قضيه. خليني اكمل الى ناجز. اليوم انت لازم تدخل في ما يسمى الاصلاح الاقتصادي توقف ومس جيب المواطن. ها ومس جيب المواطن لا ما تمس. انا قلت لك ما انت بتستخدم هذا الجانب عبد الرزاق اللي جانب سياسي. لو سياسي علشان انت علشان انت تقدم اللي هواك معاهم تجيبهم يكونوا في المقدمه. الشعب ما الان في المؤخره. الشعب عرفت شلون؟ الشعب لا انت ما انت ما تتكلم عن الشعب تتكلم عن من تدين لهم بالولاء سياسيا. الشعب اظن الشعب الولاء هذا كلام بعد يقولون بالمظاهرات الشعب يا مولانا. المهم عند الكويت انت خذ دقيقه خليني المساله. الكويت عندها صالح 600 مليون دولار. شنو؟ 600 مليار دولار. 600 مليار اللي هي هيئه الاستثمار. تعرف شو بتعطيها؟ ما تدخل الميزانيه. ها؟ ما تدخل الميزانيه. ما خليني بكلمك انا. هذه بتعطي مربحيه بالسنه 30 مليار. 5% بس؟ نعم. 5 بس المفروض 30 مليار تعطي ارباح. ارباح معناتها 5%. ضعيفة بسبب الدنيا. أما الآن الدنيا لكن إذا إذا يعني عملت كالكوليشن لها أيضا بس أنت اليوم بتدخل النفط يعني اليوم مع انهيار الاسترليني وغيره يمكن عندك أفرج 5% يمكن ينزل 5% بماينس يخليها حتى لا راهن عليها تقديرات انه حوالي 300 مليار. طيب خلينا ما نتكلم ليش انا في امور بس وايد تفصيلي مو مشعل بس السياسة. بس انا عندي انا عندي انا بس انا عندي سؤال حق ابو عبد الضيف راح ارجع لك. يلا توكل على لما قلت انهيار اقتصادي والكلام اللي قلته في بداية الحلقة وبستند على كلمة دكتور عبد الرزاق جيب المواطن ايش قلت راح شق جيب المواطن راح ينشق. هل انت تقول يعني كانت كان كلامك عام شوي لما يقول تلاحم الكويتيين وتكاتفنا لاجل مواجهه التحديات. لا انا بشوي ما يخالف تحاكيني تحاكيني شوي شعبي تمام. هل معنات كلامك ابو عبد اللطيف الكلام اللي قاعد يقوله دكتور عبد الرزاق بانه راح نشق جيب المواطن وانه يكون هو شريك هل هذا هو التلاحم والمطلوب منه ولا لا؟ هو انك تمس جيب المواطن قطعا لانه مثل ما قلنا اذا بكره بقى النفط بشكل متدني المدخرات مالك تتواكل ولو يجي ترامب اعطاك يعني على بياضه قال اول شيء الدفاع عنك لازم تدفع فاتوره مفتوحه قال لك هذول اللاجئين مثلا في سوريا 11 مليون راح يبقوا في بلدانهم وانت عليك ان تاخذ من هذه المدخرات وتصرف. هذا مو شيء انا اصطنعه هذا كلام قائم وصحيح. احنا عبر سنوات ما يعني ما نوعنا مصادر الدخل احنا نوعنا مصادر الاقتراض مجرد منين نقترض وبالتالي احنا مثل انسان عنده مدخرات قاعده تتواكل بالنهايه وين راح يروح؟ راح يرجع على ابنائه. اليوم البيت اللي دخله 1000 مثل البيت اللي دخله 200 دينار لا في فارق بالدخول ما نقدر نقض النظر عنها ناهيك عن طالع جيراننا كلهم بداوا من فوق بدأوا من الوزراء وكثير من المزايا ذهبت وبالتالي قضية المساس وقضية إذا ما تبون نمس علينا أن نبدأ مثل ما قلنا أولا تأتي بالرجل المناسب بالمكان المناسب. صدقني في وزير يوفر لك مليار وفي وزير يكلفك مليار بتحط لي اللي كلفك مليار أكيد راح تخسر بالتالي جيب أفضل الخبرات الموجودة
ايا كان انتمائهم السياسي. انا بدي حتى الاخ جاسم السعدون نشوفه وزير مثلا بالوزاره القادمه، ليش لا؟ عنده خبره خليه يجي يتفضل. والحال كذلك بكل الوزارات الاخرى. كل احنا يعني اليوم اللي قاعدين نشاهده، وعلى فكره انا بدي بس يعني مثل ما تقول وقفه عند الضاحيه، الضاحيه ترى يا جماعه انا ماني من سكان الضاحيه، بس اقول لكم الضاحيه فيها القني وفي سكان اليرموك. انا ذكر اليرموك حط اليرموك، لا اقول لك لا يعني بس علشان انه نعلم كل منطقه شويخ. كل منطقه بالكويت فيها القني وفيها المتوسط وفيها الفقير، عشان لا نحدد منطقه كذا المناطق الغنيه. هي ضربتها انت كمثال، هذه واحده. اثنين يا جماعه من الامور اللي تسيئنا جدا كثير من الأوضاع المعكوسة هم اللي راح تضر فينا ماليا. اليوم بعد 15 سنة من البترول أكثر من 100 دولار ما سوينا منشآت، الآن نسويها. الآن لما نزل البترول أنا يكلمني واحد، كثير من المنشآت اللي الحين نشوفها غير مدرة للمال تحتاج إلى أموال لإنشائها وأموال رانين كوست. اليوم واحدة من المنشآت الكبرى اللي راح تفتح الكلفة رانين كوست 200 مليون دينار الوحدة. تصور هذه المنشآت لما تفتح، لأن احنا خطط التنمية مالتنا ما قامت على أن نخلق موارد بديلة للبترول. احنا خطط التنمية كانت خطط صرف، بالتالي اصرف اصرف. الناس تبي مستشفى عطهم 10، يبون 1000 سكن عطهم 10,000. اليوم وصلنا أن ندفع الثمن، لأن كل أغلب ما نراه ما فيه مثلا سواح ولا رجال أعمال جايين من دول أخرى بحيث يتشافى ويتعالج. أنا معاك هنا نتكلم، إحنا هنا نتكلم إذا جاء حد نتكلم عن واقع أنه إحنا ما استطعنا بخلال السنوات الماضية أن نعدد مصادر الدخل، بل على العكس من ذلك أنشأنا مشاريع بكلفة ضخمة وما لها مردود مالي، حتى أنه الخليجيين كل يوم يصحى على إنجازات ونحن يعني نصحى على تجاوزات بالمشاريع، تجاوزات وإفلاسات وتجاوزات بالمشاريع تمس الجميع. اليوم أسهم الكويت الأسهم الوحيدة ربما بالعالم اللي سعره الدفتري مثلا 100 فلس قاعد ينباع ب20، طالع بورصات الخليج يلا تلقى شركة أقل من السعر الدفتري. هذه كلها مدخرات مواطنين، مدخرات مواطنين برواتبهم بطريقة أو أخرى. التضخم ياكل راتبك، أنا لو أعطيك نفس الراتب بس مقابل انه والله الاشياء قليت. وانا يمكن ما اتفق مع ابو مشعل انه اذا وصل 100 الاشياء ارتفعت، اذا نزلنا الى 30 كل شيء ينزل، السياره تنزل بنفس النسبه. لا يعني اوكي بعض الكوميديتيز تصير، بس كثير من الامور لا راح تظل. السيارات شفناها، سيارات قبل 20 سنه وكذا تلقاها 3000، اليوم وصلنا 30,000 لانها ترتفع ما تنزل. فالتحدي امامنا والله خطير، وانا الخوف ان احنا نصل إلى ما يسمى بالجدل الكويتي. ترى عام 90 يا جماعة إذا تذكرنا ترى قزينة ونحن في جدل عظيم، قزينة وكانت دواوين وأشياء كانت تحتاج إلى نوع من التفاهمات بحيث حتى لا نعطي إشارات أن احنا جماعة منقسمة يسهل أكلها. اليوم رجعنا ونحن في عز التحدي اللي أنا أعتبره أكبر من تحدي عام 90. لازلنا في جدل عظيم، والله تعالوا المادة كذا ايش نعمل يا جماعة. أنا أرى أن التحدي اللي إحنا أمامه، وأرجو أن لا ملينا، أنا من الناس اللي مليت، اللي نرجع نقول والله ما قلنا لكم قضية مو ما قلنا لكم قضية. أنا عندي فاصل بعد لطيف بعد ذلك، بس باخذ كلمة سريعة من موشع قبل أن نطلع. تفضل موشع. أنا أقول يعني احنا ما لازم نصل الى التشاؤم مع الاخ سامي. ميزانيه الكويت شنو تعمل؟ انت دخل النفط يؤخذ منه للاجيال، جزء منه يؤخذ منه للتامينات الاجتماعيه، وهذا اللي جزء منه يسبب عندك العجوزات. العجوزات انت قاعد تاخذ راسا للأجيال القادمة من دخل النفط وتوديه. هيئة الاستثمار ما قاعد تأخذ منها إلا وقت الحاجة. أوكي. اثنين يا حلول هذه هي إصلاح اقتصادي. يعني كل الإخوان هني يعني يرون إنك تدفع مليار للتطبيب الخارجي، ليه يا أخي؟ سوي تأمين. سو تأمين إنشورنس. لا في تأمين دولي. تأمين دولي ما يكلفك 6,000 دينار، وفيه إخلاء طبي يجون يشلونك إذا أنت مريض وتعالج بأي بس. اثنين ما في دولة في العالم عندها صرف على الطب الخارجي إلا دولة الكويت. ما في دولة في العالم ما في عندهم. أنت ليش تسوي إنشورنس حلو؟ اثنين شجع القطاع الخاص الطبي.
وخلي يجيبون مستويات عالية. واضح فمشعل، راح أستكمل هذا الحديث بعد فاصل قصير. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. راح نوقف شوي عن الحديث بالشؤون الاقتصادية، ندش شوي في الجوانب السياسية. دكتور صالح أبدي معاك حول التقييم المجمل لمجلس 2013. طبعا هذا يعني تقييم أول شيء الشعب والناخبين، الآن هي الفرصة الحقيقية. لا أنا برأيك الشخصي في مجلس 2013 أعتقد أن في أكثر من مؤشر ملاحظة، طبعا مو بسبب شخصيات النواب ولكن بسبب الظروف والنظام الانتخابي. الناس على دين نظام الانتخابي، يعني صوت الواحد أدى لتغييرات هيكلية في النظام الانتخابي الكويتي أثر على مخرجات العملية السياسية. مثلا نزل رغم النجاح من مثلا بالدائرة الخامسة 12,000 إلى 13,000، وهذا يشكل كان يشكل الناخب المرشح 10% من أصوات الناخبين الفعليين. إذا تحسب من المصوتين يوصل إلى 15%. الآن أصبح النائب يوصل يصعد ب 1% فقط من أصوات المرشحين الناخبين، يعني من 13,000 في الدائرة الخامسة إلى 1,400 1,500. شنو انعكاسات هذا؟ شنو يعني؟ هذا تعكسه أن أول شيء يعني تقوقع النائب بدل ما يكون منفتح على مجموعات تمثل الدائرة، يكون منفتح أو مسكر على بلوك معين انتخابي، سواء هذا طائفي أو عشائري قبلي أو حتى فخذ مثلا. وشفنا الآن بدأت عملية الأفخاذ أن ما وراء القبيلة، إحنا وصلنا لمرحلة الآن رجعنا وراء، يعني القبيلة تجاوزناها مو للأمام، تجاوزناها للوراء، بحيث أنها صارت الحين أفخاذ. هذا أتاح شنو؟ أتاح تخفيض عتبة النجاح. ثانيا تنزيل عتبة النائب مثل ما قلنا أدى أن النائب ما يحتاج لأنه يكون 10,000 صوت ولا 15,000، فقط يحتاج 1,500 2,000 مجموعات معينة، وبالتالي هو يحرص مثل المثال اللي طرحه الأستاذ أن الشخصية مثلا استلمت منصب يحرص على مجموعة من الناخبين مفاتيح انتخابية يوصل، لأن العدد بسيط. أيضا أثر أن بعملية نقل الأصوات لاحظنا أن في السنة هذه زيادة بنقل الأصوات أكثر من 300%، 7,200 صوت نقل أصوات. ليش؟ لأن استسهال عملية النجاح. هذا أدى إلى شيء خطير تكلمت عنه ذاك اليوم في الندوة، إن مثلا إذا واحد نقل أصوات 1,400 1,500 مرشح، وهذا صار في ناس وصلوا الأرقام غريبة واستطاع أن ينجح في الدائرة، ناخبين كلهم برا الدائرة. هذا في النظام البرلماني، في النظام شلون تعتبر ممثل؟ شنو ممثل لناخبين من خارج الدائرة؟ هذا يطرح إشكالات حقيقية، إنه يعني شرعية التمثيل وصحة التمثيل. لا أتكلم عن الشكل القانوني ولكن الشكل السياسي، إن هذا ولمو ما هو أهل الدائرة من برا. ترى أنا أعتقد إن هذا أثر أول، أثر على الفردية. شفنا المجلس هذا ما في ولا كتل برلمانية، الكتل البرلمانية من مجلس 96 بدأت تشكل كتل برلمانية، وهذا مريح حتى الحكومة، العمل الحكومي يعني تتفاعل وتتعامل مع كتل أفضل من تتعامل 50 كتلة، لأن قبل كل نائب كتلة، الآن كل نائب كتلة، وهذا خطر. احد مسببات معوقات العمل سواء في كل مجلس، حتى مجالس السابقه يعني مو مجلس الحالي، ان الفرديه في العمل السياسي. هذا يدي لكل عضو زعل على وزير راح يقدم استجواب. الان تكرست الحاله هذه من الصعوبه بالاجواء الحاليه. امس تكلم الاستاذ عبد الطريجي عن محاوله عمل تكتل من ثلاثه وما تمت. فانا اعتقد ان اذا احنا نشوف المجلس هذا، الانتخابات القادمه هي الاختبار الاول للصوت الواحد. انا اعتبارنا في خبر السابق كانت يعني الحين ما نقيم تجربه صوت الواحد. احنا شفنا الظاهر المرتبطه بالعمل، شوف التصويت، العمليه السياسيه والانتخاب مو بس بالتصويت، في اشياء قبل التصويت، عمليه الحشد وعمليه النقل وعمليه التحضير وعمليه الدخول في انتخابات تشاوريه فرعيه مثل هذا قبل لا توصل التصويت راح ياثر عليه بالتاكيد. نعم دكتور عبد الرزاق في نفس المحور وتعليقك على كلام الدكتور صالح السعيد. لا واضح، هو الكلام كله يتمحور ليس على مجلس الامه الحالي، يتمحور على افرازات الصوت الواحد. يعني اضيف لكلام مالك ان يعني الصوت الواحد جعل هناك علاقه مباشره بين الناخب والمرشح، بمعنى الاخر عندي مصلحه تسويها لي لك صوت، وهذا شك اوجد اللي فرض فيه عبد اللطيف موضوع نائب او وزير الخدمات. يعني انا اضمن اصواتي انجح في مغرب الخدمات، لم يجلس هناك ما هو شعور سياسي، ما هو تطلعاتك،
انما ما هي خدماتك. يعني انا مستعد كوني كوني وزير اضبط الناخبين واضمن نجاحي انا كلها، وبالتالي صوت واحد من اثاره ان اجعل هناك علاقه ثنائيه بين النائب او طيب الوزير. العلاقه ضيقه بالضبط، ما يهمني منو انت، شنو مشروعك، شنو انتمائك، شنو اقضي الخدمات الان. وهذا شكل افرز هذا المجلس اللي يهمه الدرجه الاولى علاج بالخارج. يعني ارتفعت الميزانيه لاول مره الى ارقام مبالغه، لان هذا يعني نائب واحد في الدائره الخامسه عند اكثر من 1500 مريض ودائرة الخارج 1500. يعني هذا شكل الارقام هذه تكفي تنجحه. فرجعنا مثل ما قال ابو مالك الى موضوع الخدمات، الى موضوع الفخذ وليس القبيله، وتمشي في الاطار نفسه. فلا شك، بس انا اقول لك شغله، يعني انت من كلامك اخو، من كلامك وكلام الاخ صالح، انه يعني اذا هالنائب ما جاب 10,000 صوت ما إلى قيمة، إذا جاب 1,500 صوت كان. أنت بتعرف اللي جايب 10,000 صوت لأنه في 4 أصوات تتكرر يصوتون له، وهذه أيضا مش نظافة في التقييم. يعني مثل واحد، أنا أعرف إن لو بالصوت الواحد ما ينجح إلا ب6,000، لكن بالأربع أصوات ينجح ب32,000. أيضا أنت بتخيم لي هذه علشان شو اسمه. ثانيا هذا موضوع الصوت الواحد هو السائد في العالم كله. لا مو صحيح. هذا عايش ملكوت، ملكوت. عطني دولة واحدة. عطني دولة واحدة بس. ما في ولا دولة. عطني دولة واحدة بس. الكويت. العالم. ترى غششك. كانت تايلاند. الاردن مش واحد والاردن وبطلوها لغوها. لغوها، راح القوى النسبيه، راح الاردن. طيب وتايلاند لغوها بعد شيء. بعد بريطانيا شلون؟ بريطانيا صوت مقابل صوت دائره كرسي. دائره. اوكي، لما تصل انت على مستوى ثقافه الشعب البريطاني حط صوتين بعد، ما حد يقول لك لا. بالصوت الواحد انت بتقيم انه ما له هاك البهرجه اللي ممكن يكون لابو 4 اصوات. لا ما في بهرجه. مشعل انا برجع حق ابو عبد اللطيف، بس عندي فاصل سريع باخذه وبرجع لك ابو عبد اللطيف. ابو عبد اللطيف، كان عندك تعقيب على كلام دكتور عبد الرزاق والدكتور صالح في موضوع يعني معانا ولا معانا؟ لا مو معاكم. لا انا اقول لك ليش. اولا رقميا اللي قاله يمكن حتى مو مشعل صح، ترى ال 1500 بعدد الاربعه معناتها 6,000. يعني هي في 1500 شخص كان. الامر الثاني انه كذلك انه نحمل نظام كل المساوئ اللي يعني قاعدة تعيش التجربة البرلمانية مو صحيح. خلني أقول لك اسمح لي يا أبو خليفة، صايرين ربع إحنا. خلني أقول لك شيء بتقول لي عن الفساد، وأقول لك في فساد، والجهة الرقابية حتى الجزء الرقابي جدا أتفق معاك إنه ضعيف. بس خلنا نتذكر نواب الحسابات وغيرها، تمت بالسابق أن يدخل واحد إلى الوزارة وهو لا يملك شر ونقير وينتهي بالملايين. ما هي أول مرة أملينا نقول وين لجان القيادة. خلني أقول لك شيء، هذا اللي قاعد نقوله، اصلح لي الحال، عمل لي تنمية سياسية، خلي يأتي الإصلاح من فوق. لا يبدأ الحكومة تحتاج إلى شراء ودنا نائب ولا أحد يحاسبه. والله سواء دائرة سواء قصدي صوت واحد 14 غيره راح نكون بأحسن حال. إذا سكتنا على الفساد من فوق ومن تحت، الوزير يرشي النائب والنائب يرشي الناخب، لا طبنا ولا قد الشر، بصوت بأربعة بعشرة باللي تبي. تجربة الديمقراطية ما فيها تنمية سياسية. التجربة الديمقراطية لم تعزز ذاتها بأدوات موجودة بالبرلمانات كلها. أخذ عندك تجربة لجنة القيم، وين لجنة القيم لا تحاسب النائب اللي تشوف قدامك ثراءه، ثراء فاحش، واليوم يتقبل يأخذ يسار ويمين وفوق تحت. وين إعداده بعد كم أسبوع الكونغرس الأمريكي ينتخب، كلهم جايين من جسد سياسي أو من حكام ولايات، ما يدش البرلمان إلا عندما يسمى بالأورينتيشن، الإعداد. وين أنك والله 15
سكرتير اللي عنده ما تفرض عليه لو عرفا ان واحد منهم يكون مختص بالتشريع واحد بالسياسه واحد بالاقتصاد وغيره بحيث يدعمه دائما سواء قيادي على مستوى برلمان او وزير او غيره جودته بجوده الفريق المحيط. طالما احنا سمحنا بهذه الاوبئه طالما احنا لا زال الوزير المحلل يعطى وزارات يعبث بها مثل ما صار بالوزاره هذه احنا لا طبنا ولا قد الشر قاعد اقول عرفا جيبه وعطى وزاره الدوله لشؤون مجلس الامه هذا صميم عمله عطى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء اما تعطيه وزارة فيها ارواح مثل مثلا المواصلات او فيها اموال مثل البترول وغيره وتقول له اعبث بها شنو الفرق بين صوت واربعة وستة وعشرة وثمانية وبعدين ملينا من الترحيل للامام اعطونا خمس دوائر واخذوا الخير كله لن تروا فساد لن كل اللي شفناه بعدين ما تصلح شيء الفساد كما هو والوزراء المخفقين كما هم وغيره وبالتالي هذا الترحيل المستقبلي المفروض سامي وأنا معاك في هذا اليوم يأتي نواب مو يشترون الولاءات ناخبيهم من أموال الدولة تمام تمام لأنك سمعت هذا أنت قاعد تشتري يعني في ناس يشترون ها في ناس يشترون من أموال الدولة طبعا يعني لما الدولة. أنت تسوي خدمة خدمة طبية الواحد تتودي لما تكون كل المجال صار يا ابو مشعل يقفز العلاج بالخارج من 1600 الى 11000 هذا شراء ولا لما انت توظف اللي انتخبك بوظيفة مش قدها ولا لا خلونا نتفق لما تزيد راتبك معارضة اصحاب رأي نعم. على الحاجة الماسة لعملية اصلاح أساسية استعداداً لما هو قادم أهني خلونا أقول حاجة أبو خليفة أنت تعلم أكثر مني أنه هذا اللي يشتري الأصوات ليش؟ لأن راح اسمح لي لأن راح يدخل المجلس ويحصل بدال الألف اللي أعطاها يحصل الملايين وعبد اللطيف وعبد اللطيف فاضح هذه النقطه بس مو مش خليك كمل نقطه ابو مشعل بعد انك في تعقيب على كلام انا قلت انا ما اتكلم لما يجي ولا واحد نائب يشتري الولاء ولاء الناخبين من اموال الدوله لا من يعطيه يا سيدي انت من يعطيه فلوس من يعطيه من ما قال مور لا لا تسأل لما بيجي النائب ليش ما يسأل الحين تقول ياخذ من أول من يعطيه من اللي يعطيه أموال الدولة مش يعني كاش ياخذ بدل خدمات يودي هالناخبين من يعطيه من يسهل من يسهل الدولة يعني الحكومة وغلط إيه أنا أقول لك يا غلط لا أسألك سؤال يعني الحكومة هي اللي تواطى وياه أنا في يوم من الأيام يا صالح والله وعندي الصور نائب 24 كل وقت الدوام في قسم لإرسال الناس للطب الخارجي وزارة الصحة هو هذا النائب موجود فيه 24 ساعة عنده مكتب ها عنده مكتب هناك يراح ويقعد ويجيبه ويجون والناس بالدور والله أنا شايفه ومصورهم شوف نعم. هذا العمل أول ما يدمر يدمر العمل المؤسسة بالدولة أكو ناس يطلع يقول لك بثانية بيمرض شهر سبعة التعيينات اللي بالبراشوت اللي تمت بالسنوات الثلاث الماضية دمرت العمل المؤسسي بالدولة على هذا الأمر أن نتوقف على هذا الأمر دكتور عبد الرزاق سؤال لحزب الجميل حسنة واحدة لله حسنة واحدة صوت الواحد أرد لك إياها أولاً يلا. والله حسنات ضخمة أقول لك يلا. كثير أولاً كانت في دوائر ضخمة مقلقة على فصيلين الرابعة والخامسة كان هناك من والله أنا مرة أحاضر بمحاربة شراء الأصوات ايه. اسمح لي على عجالة قالوا لي ناس قالوا إحنا دوائرنا لا يمكن أن يكون لنا أمل بالوصول لها وبالتالي فلان يشتري صوتنا إحنا معطينا إياه بدون شراء بالتالي بالفعل علينا أن نشعر بهؤلاء اليوم هذولا قاعد يطلعون مو حسنة هذه على فكرة مو حسنة الديمقراطية اسمح لي اسمح لي خلنا نقول ليش الحسنة يا أبو خليفة يا أبو خليفة خلني أكمل أنت سألتني خليني أجاوب الحسنة الوحيدة وجدنا وجوه جديدة وجوه جديدة غير التقليدية لا عليك صح هذا تسألني سؤال ولا تسمع الجواب
الدوام خير في حسنة ثانية في حسنة ثانية مو حسنة هذا أحب أقول لك شيء مو حسنة خلي يقول الحسنة الثانية يمكن الثانية حسنة يا أبو خليفة أنت تقيم الحسنات وين أنا أقول لك يا أخي خليني أقول لك شيء الدائرة الرابعة اسمح لي اسمح لي يا أبو خليفة يا أبو خليفة يا أبو خليفة واللي فاز هو اللي قاعد أبو عبد اللطيف اللي قاعد يقول اللي قاعد في حسنات أخرى شو الحسنة الأخرى حسنة أقول لك إياها الحسنة الأخرى الديمقراطية بمبدأها ومنتهاها أن تعكس رغبات الشعب ممتاز اليوم خلينا اسمح لي أو اليوم لأن المواطن فقط ينتخب صوت واحد فإذا أنا إسلامي سلفي ليبرالي خيره راح أصوت لشخص واحد وبالتالي لما تنتهي الانتخابات نعرف التوجه العام بالسابق تريش كان يصير أنت تسويها وأنا أسويها وكلنا نسويها أنا توجهي مثلا ليبرالي أو إسلامي حطه ما تحطه صوت واحد حق قناعتي اللي هي الليبرالية إسلامية اللي تقول بقى عندي ثلاثة والله هذا ولد خالتي قد يكون 180 درجة من التوجه العام عطيته هذا صديق وغير اللي أبيه بس صعب قياسها يمكن ترى العكسي هنا هنا الليبرالي هو يطيح اسمح لي لا 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 بغض النظر هنا الانتخابات لا تعكس على الإطلاق توجه الناس لأني أنا ما صوت بقناعتي عطيت صوت القناعتي وثلاث أصوات طشرتهم أنت تريد من الانتخابات تبين لك ممكن أبد لا 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 مو ممكن ترد لأن عندي فاصل بعد الفاصل بعد الفاصل الحين يحق لك تتكلم لا مولانا ابو لطيف يعني الوجوه الجديدة تكلم عليها الآن كانت مغلقة هي بالدائرة الرابعة والدائرة الخامسة دوائر قبلية الدائرة الأولى الثانية الثالثة دوائر مجددة وكانت مثلا الدائرة الأولى طيب شو الضرر حتى الرابعة والخامسة خلي تطلع وجوه جديدة قلت لك تفضلت فيه ليس له نظرة على الواقع الصوت الواحد لم يختبر على أساس طيب ننتظر لا يختبر الشهر القادم زين بالتالي ليش لو حسن الآن صوت الواحد شلون يعني أنت الحين ما اختبر وتعطيه سيئات لما أجي أنا بالحسنات تقول ما اختبر شلون عير طلعت له سيئات إذا ما كل حسنات مهدرة زين الدائرة الرابعة محصورة بين رقم واحد عن حسناته إن شافنا وجوه جديدة مثل مين؟ من ليس منهم مثل مين؟ من اللي هواك وياهم مثل مين؟ مثل مين؟ لا تقول لي مثل مين أنا ما بحط أسامي أنا أقول كل المخرجات للحالي كلهم جدد بعزوات جديدة مختلفة عن عزوات السابقة اللي جاوب خايف ليش خايف؟ عد اي اسامي انت قول لا ليش اقول لك ما تعرف ما اصلا ناسي اسامي عرفت تفضل تفضل انت انا اقول هذا المجلس هو وجوه جديده اختفت الوجوه السابقه اللي احنا الكاتب تفضل هذا خليني لا لا خلينا رئيس المجلس جديد رئيس المجلس من جديد يا ابو خليفه اعتراضك لا لا خلي هذه قد تكون حسنه انك الناس ما تعرف نوابها والله حسنه ترى بالعالم مو بالضروره ما ابي اقول عبد اللطيف وعبد اللطيف دكتور عبد الرزاق تفضل قاعد تفضل في لطيف يقول ان هناك خلينا نقول اقليات ان صح التعبير قبائل ما كان لها شرائح وجود شرائح صار لها مو إلا قبائل عزوات جديدة الدائرة الرابعة أعطي مثال دائرة أعطي مثال دائرة محصورة بين المطران وبين الشهيدة بالدرجة الأولى لهم نصيب الأسد من الانتخابات طيب عدد ويأهل نتكلم إحنا بيت النادي سبعة تمام قول سبعة أنت طيب. يبقى ثلاثة مو نقل قبائل نزلت 12,000 بعدين يجيك من يجيك شمر بعدين يجيك ظفير فهي دائرة محكورة على إيش على قبائل دائمة سواء بصوت واحد أو سواء في أربع أصوات هو الشيء صح اللي نجح من الدوائر حاليا نجح لأن الصوت الواحد لم يختبر لم بشكل حقيقي الآن فالحسن عفوا توضيح شغلة ثانية أخي الفاضل الديمقراطية هو من لديه أكثر أصوات يمثل الآن بالأربع أصوات الآن اللي عنده مثلا 900 صوت يطلع خليني أقول لك لا أنا مثال رقمي مو هذا بالسابق أنا عندي 900 أنتوا أربعة 250 صرتوا 1000 طلعتوا الأربعة اللي عندكم 250 وأنا اللي 900 سقط أصلا هذا الأمر مو بس منطبق على الرابعة والخامسة الأربع أصوات كانت تفيدهم كذلك التكتلات بهذا الشكل تكتلات تتوزع
وتنجح هي مو بالضرورة لديها القبول اللي يفترض اليوم. الآن أنا بودي لو ننصرف عن قضية الشكل إلى المضمون، مثل ما قلنا من شوية يا جماعة الصوت الواحد موجود، خلونا بكر كل الدول العالم تغير أنظمتها، ما في أحد يقول والله الفارق هو بين نوع هذا أو ذاك. الآن قاعد نعيشه، خلونا نحسن من المنتج، غيروا الصوت الواحد ليس نوع حسين الآن لأنه لم يختبر. خلونا نغير تعليق بس على فكرة أن الحديث أن التغيير كان مغلق. أولا الدوائر حتى في النظام السابق حتى في القبائل مثل في العواصم مثل في 2009 2012 غيروا كل المرشحين أربعة، العجمان تغير النصف، البطران تغير، وبالتالي 12 حالة استثنائية ما تقدر هم تبني عليها. حتى بين 2009 و 2008 صار تغيير. يعني الفكرة أنه مو مغلق على أشخاص معينة. ثانيا مسألة أنه القبائل أيضا كان فتح هو أبو عبد اللطيف اللي أزعج كل قص انك تقلص لك اي هذا الفكره بس شوف احنا لو نرجع صوت الواحد ما تقدر تقلص احد. نرجع للقانون الاساسي المجلس التاسيسي لما وضع المشروع الدستور كانت القوانين القانون اللي حطوه في البدايه قانون الانتخابات 10 دوائر بخمسه. انا اعتقد ان افضل نظام انتخابي مر على تاريخ الكويت هو 10 دوائر بخمسه اصوات. يا دكتور شوف ذاك الوقت الوقت غير على مستوى عام. لو تقرأ المحاضر الدورة كل يكون حتى في استجواب واحد وغيره، بالتالي ما نقدر نرجع بالزمن إلى ذاك الوقت. كل الأمور في ذاك الوقت بحقيقة الحال حسنة، لا شفنا فيه قبلية ولا طائفية ولا غيرها. الآن بهذا الوضع الموجود فرز الوضع، الآن فرز الوضع للأسف الأمور في خلافات الآن بس خليني أختم بدقيقة واحدة. أنا أتصور أنه الوقت وقت حكومة وطنية وحكومة تراس وحكومة فتح هذه الانسدادات السياسية، ومرحلة يجب أن نصطف، والانتخابات القائمة القادمة يجب أن تقوم على النزاهة وعلى محاربة المفسدين والفاسدين وعلى الكفاءة كذلك. أينما تكون الكفاءة نبحث عنها، لأن هذول هم قيادة المركب اللي أمامه تحديات خطيرة. إذا سوينا كذي إحنا بألف خير، والتفاهمات بما بإمكانها تروح من صوت إلى اثنين إلى أربعة ما يضر ضمن هذا الجو اللي كله كفاءة وناس حكماء وعقلاء وغيره. غير ذلك هذا الصراخ. على هذا المحور أبي أسأل أحمد الجرالي، أبي تفاصيل أكثر عن شكل المجلس القادم وكيف سيتفاعل الشعب الكويتي مع الانتخابات القادمة، نسب المشاركة، نوعية نسبة التغيير، مجلس معارض، مجلس شبيه بمجلس 2013. أبي هذا التحليل والقراءات بالصوت الواحد. بالصوت الواحد برزت عزوات جديدة، برزت وجوه جديدة احنا لاحظناها حتى بالمجلس الحالي. فأنا أعتقد مخرجات الانتخابات القادمة لن تخرج عن هالإطار اللي هو وجوه جديدة بعزوات جديدة ضمن إطار الصوت الواحد اللي يمكن غير وضع الانتخابات أو مخرجات الانتخابات في زمن مضى أو في وليش ما تكون العزوة الوطن يعني ليش لمتى احنا ضمن بعد لطيفة بديش تفصيل أكثر. أنا فاهم الشعارات هذه وأكيد كلنا احنا متفقين عليه، بس نبي نحلل. أنا أعتقد أنه في تغير يوصل 20 عضو جديد، بس 20 مو 20% قصدك يعني 20 عنصر يعني تكلم 40%. أعتقد هذا أحمد اليوسف، شيخ أحمد اليوسف قاعد نفس الكرسي هذا قبل أسبوعين قال مجلس عنيف وهو من الأسرة الحاكمة، يقول مجلس القادم مجلس عنيف. إيش رأيك؟ شو مجلس إيش؟ لطيف لطيف عنيف. لا عنيف عنيف مو لطيف. هذا يؤدي إلى أن أيضا الطلب إلى أن تكون هناك حكومة يعني عندها قدرات أمام نسبة التغيير. نسبة التغيير 40%، لكن المتغيرين في توجهاتهم السياسية نفس مجلس 2013 ولا راح يكونون أشرس؟ لا أنا أعتقد شوف المجلس الحالي أعاقه حتى في بعض التعاون مع الحكومة، يعني مراقبة ما سميتهم أنا نواب الظل أو النواب التجمعات اللي كانت موجودة في الخارج، يعني عاقه كل ما جاب يعمل شيء هذين جاهزين
الكلام عن أخطائه وكلام عن إن ما يعتبر إيذاء وتغيير لما كانوا عملوا من مشاريع سابقة وأنه هذا مضر بشكل مثل قضية الإسكان. يعني المجلس السابق أذى الناس بقضية الإسكان وهذا على بال ما بدلوها، يعني أخذوا وقت بإقناع الناس بعملية التغيير. واضح دكتور صالح، شكل المجلس الجديد والمشاركة يعني شو أول أكثر من ملمح راح يتغير بالتأكيد. أولا راح ترتفع نسبة المشاركة، دليل على ذلك أن تشجيل الناخبين والاستعداد قوي، يعني تشجيل الناخبين السنة الماضية صحيح. وصل إلى 33,000 تشجيل جديد، طبعا هو ضعف السنة اللي قبله، وهذا رقم عالي، يعني معناته أن الناس حاسة في الانتخابات. ثانيا عدد المرشحين والتحركات اللي صارت. ثالثا القوى السياسية أعلنت عن مشاركتها، وجوه سياسية بارزة سابقا أعلنت عن مشاركتها، وبالتالي أعتقد أن نسبة المشاركة راح ترتفع بالتأكيد. هذا راح يؤدي إلى أن يعني بسبب ظروف البلد زيادة الجرعة السياسية. أنا أعتقد أن راح تكون مجلس فيه جرعة سياسية أكثر من المجلس الحالي، لأن المجلس المحالي أشرس يعني. أتكلم عن جرعة سياسية، أنه يطرح القضايا السياسية، يحاول أنه يكون مثل أنا أعتقد فرصة راح أشوف تكتلات برلمانية، كتل برلمانية، وهذا يعني مفيد للحالة الصحية البرلمانية، لأنه يكون عامل تطوير العمل البرلماني بدل ما يكون عمل فردي. أنا أعتقد أهم شيء نقدر نتنبه فيه، أولاً نسبة المشاركة راح تزيد، ثانياً الجرعة السياسية راح يكون نواب أكثر، نواب سابقين، ثالثاً راح تكون مسألة التغيير كبيرة، لأن القاعدة اللي يوقف عليها النواب سواء بغض النظر عنه سيء ولا جيد، القاعدة الانتخابية هشة، 1500 صوت صعب انه يحافظ عليها بس يعني او انه يستمر بالنجاح، وبالتالي قد يخسر، ليس لسبب انه ضعف اداء ولكن في حسابات انتخابيه ضيقه ضيعتها، او قد ينجح وانه سيء رغم انه سيء نفس الحسبه. دكتور عبد الرزاق، كيف سيتعامل الشارع مع المجلس 2013 وهم مرشحين في الانتخابات؟ اول شيء النسبه باعتقادي انا تتجاوز 100% تغيير، اتفق انا نسبه التغيير تتجاوز 100%، وقد تكون هذه بالتغيير اعلى نسبه داخل الكويت السياسي رقم واحد. صحيح. اثنين، انا قاعد اتكلم الان في هاشتاج شغال الان اللي هو دعوه النواب المقاطعه للمشاركه. في كلام ان مثلا البراق المفروض هاليومين يصدر بيان، والناس عارفه بيانه قد يكون يعني حث على النواب المعارضه على المشاركه، فاتوقع يعني مشاركة المعارضة شك سيتبعها زيادة نسبة الناخبين في الانتخابات القادمة. يفرض عن هذا الشيء إيجاد مجلس بنسبة تغيير تتجاوز 100%. باعتقاد مشكلة مهمة، مشكلة المجلس القادم عليه إشكالات كبيرة، سيكون تحدي عنده في موضوع فرض الرسوم، رفع الدعوم، لأن هذا كما قال استقاط من البنك النقد الدولي أنه لازم أنك استقاط ما يفرض على تصنيف الكويت. وبالتالي التحديات القادمة بتكون موجودة، ولا شك أن مثل ما قلت الآن شبح الإبطال للمرة الرابعة أو الثالثة قائم، خاصة في المادة 181 من الدستور، فأيضا هناك تهديد أن المجلس القادم قد يبطل وننتقل إلى 16-17، هذه أو شيء غيره، هذه كلها 16 هذا غيرها، فهي توقعاتي أنا. زين، بس أنا بيبقى أنبه على شيء، أن مع المجلس القادم الآن قاعد نشوف زخم من الإشاعات. يعني مثلا اليوم بتويتر الان يدورون الله يخفض عمال 20%، ضخ في ضرورات العاملين في النفط، واليوم حسب معلوماتي انا ان الحرس الوطني الان تشغيل الان في محطات الكهرباء والامور هذه كلها، ضخ في رواتب بعض قطاعات الدوله، فانا قاعد اتكلم على يعني طيب اذا اشاعات ليش تنشرها؟ لا لا اقول لا اشاعات دائما، لا انا قلت اشاعات انا ما قاعد انشرها، قلت اشاعه ناس قاعد تدور. شنو تفسيرك لهذه الاشاعه؟ انت هذا اللي تبي توصلنا اياه؟ اللي وصل له ان لا شك ان هذا الاشاعات يجب ان يكون مجلس قوي يجابه هذه المطالب او الاشياء اللي قد تصدر، بالتالي هذه الاشاعات كلها قاعد تخدم معارضه اكثر، لان النواب يجابون هذه الحكومه القادمه، نبي نواب يقفون بوجه رفع الدعوم، بوجه تخفيض الرواتب، زين؟ بس اعجب اشاعه جتني الان، انا قاعد معاك، جتني اشاعه عجيبه، لا لا ما لها علاقه بالدعوم، الدعوم شو تقول اشاعه؟ شو تقول اشاعه؟ هذا برجس تقر انها اشاعه يعني اكيد اشاعه، شو تقول؟ برجس محمد البرجس خاص جهه سبق انباء عن طلب رئيس مجلس الوزراء اعفائه من تشكيل الحكومه القادمه للظروف الصحيه. يعني ريال طلعت امس هذه لا اقول انت هذه، يعني ريال الان ما كلف اصلا، هو جابر المبارك
كل ما يسافر يقول والله صور العلاج سيعتذر زين. وتلاقي اشاعات يعني مش كل جبل المبارك ما ادري هي زينه او شينه ريال ما عنده شلليه يعني ما عنده ناس ممكن يجمعهم حوله هي زينه شينه من يعرف انا. وبالتالي كل سافر المانيا وراح العلاج بتاعي ريال ايش يعتذر يستقبل. بالتالي اللي قاعد تشوفه انت الان يعني في أطراف يعني هذه اشاعات ما تدير دوله لا يعني لا ما نتكلم في فيها على اداره دوله في اطراف في اطراف يعني يهمها الاشاعات اللي يهمها لذلك انت عايش انت عايش جو اشاعات يعني احنا عايشنا انتخابات بهالبلد في فترات سابقه حتى على سمو الامير الله يسلمه اشاعات مشعل برجع لك انا على موضوع الاشاعات لكن عندي فاصل بخطبك عبد اللطيف لما قال الدكتور عبد الرزاق الشايجي ان نسبه التغيير 60% ايدته ليش؟ نعم انا اتصور انه هالمره بالفعل راح نبعد عن ال 40 و50% انا اعتقد انه في تذمر سائد بالشارع السياسي الكويتي يعتقد بصح او بعدم بصدق او غير صدق انه الاخفاقات اكثر من الانجازات وانه الفساد والفساد على فكره اكثر محفز للتغيير. في جو عام يشعر بان الفساد في المرحله السابقه يعني وصل الى مستويات غير مسبوقه لدرجه انه من يتجاوز لا يحاسب. بالتالي انا مع الدكتور في انه قضيه التغيير اتصور انها راح ترتفع الى ما بين 60 و70% بدل من 40. نعم انا ما راح استغرب اذا وصلنا الى 70. اعتقد الشعب الكويتي شعب حي وفي مرات سابقه دائما ياتي تغيير عنيف بعد مثلا حكايه نواب الايداعات وغيره. الان اللي بودي بس انه لا يحدث انه لا يكون الانقسام بالانتخابات القادمة على معطى النفس الانتفاعي ضد النفس الانتقامي والمصطلح للصديق قيس الشطي لأنه لا يمكن أن تكون لا يمكن أن تكون تحديات بهذا الحجم واللي أمامنا والله واحد بينتفع واحد بينتقم. أتصور أن المفروض الانتخابات القادمة قلنا معطى النزاهة معطى اختيار الأفضل تفهم لحقائق الحياة اللي تقول إن احنا أمام تحديات صعبة جدا. الأخوة بالخليج تعاملوا معها وقاموا بإصلاح وقاموا بتنويع مصادر دخل وغيره. وبالتالي إنه والله نظل في حالة مناكفة وإنه حتى لما صار الحل ليش صار الحل؟ طيب ما الجماعة اللي تقول ليش صار الحل هي اللي كانت تطالب بالحل وتقول لنا المجلس مو صحيح. احنا اعطينا الان فرصة والحكومة اعطيت فرصة او القيادة اعطيت فرصة وارجو انه نستقل هالفرصة حتى بمشعل مفاجآت الانتخابات وانت رجل عندك مصادر قوية الحديث عن مسلم البراك وصدور بيان بدعوة المشاركة صحيح او لا وكيف سينعكس اذا كان صحيح لا إشاعة أن رئيس الوزراء ترويج للمتعاطفين معه ومن حقهم يتوقع أنا ما أعتقد أن شو اسمه والمزاج الكويتي يتغير وبالصوت الواحد تغيرت الأداءات أداء النائب تغير اثنين بالصوت الواحد صار مساحة النواب المختلفين على هذا أيضا مثل ما قال عبد الرزاق يمكن يقول 60% سامي يقول 70% يعني هذه المتغيرات أعتقد أن يعني ما راح تخلي الناس يفكروا بإرث سابق أو بسلوك سابق كان يتمادى فيه أو يطبق النواب السابقين ومن ضمنهم إشاعة مشاركة المعارضة في الانتخابات. إحنا اليوم نسمع أنهم مختلفين في ناس يقول لهم شاركوا وفي ناس يقول لهم ما نبي نشارك ويمكن يمكن يعني ما يلحقوا لان كل عندك 40 يوم في مثلا بعضهم اعلن اليوم انه بيشارك وفي ناس مثلا جمعيه الاصلاح هو اعلنوا ها ما اعلنوا حركه سورية نزل اربع حدث سوري عندك الأربعة أعلنوهم نعم رئيس تحرير جريدة السياسة ففي أشياء السيد أحمد الجار الله كل شكر لك الوزير السابق سامي
نصف كل الشكر لك. انا ما راح اختم معاكم لان انتم معي باكر ان شاء الله. اذا كنا صحيين بعد من البرد يعني الله يستر. بس دكتور صالح السعيدي ودكتور عبد الرزاق الشاهدي نشوفكم باكر ان شاء الله. تصبحون على خير. باكر 10:30 حلقه بعنوان العجمان في الدائره الرابعه والانتخابات.